I want to give congratulation to Ismaili about their winning. هو راضي تماما عن اداء اللاعبين وفي تطور كبير عن الموسم الماضي ولكن بينقص وادي دجله فقط اللمسه الاخيره ودي الحاجه اللي هيشتغل عليها مع اللاعبين وهو بيتفق معايا تماما في جزئيه الفاينل تاتش او اللمسه الاخيره بالنسبه لوادي دجله. مستر تاكس بيأكد ان هو لديه ثقة كبيرة في اللاعبين الحاليين وان هم عملوا ثلاث صفقات جديدة والثلاث لاعبين اللي جم وادي دجلة محتاجين وقت ان هم ينسجموا مع الفريق وايضا كنا بنتحدث مع بعض اللاعبين عن رأيهم في مستر تاكس جونياس فأكدوا ان هو دائما رفع الضغوطات عن اللاعبين وفي حالة الخسارة لا يحمل اللاعبين العبء فكان بيأكد ان هو دائما بيحملهم العبء ولكن اثناء المباراة ولكن قبل وبعد المباراة دائما بيحاول ان هو يدي نصائح ويحفز لاعب.